شايف ان الاهلي يجيبه بالرقم ده هيفتح السوق؟ يعني مثلا نادي من الانديه مثلا نادي ام بي طول عمره بيقدر يبيع بارقام عاليه، هل ده يخليك ان هو الفتره الجايه لو اهلي او زمانك عرض هتطلب برضه مبالغ اكبر؟ ممكن يكونوا شايفين ان الجزء اللي هيشتغل فيه امام عاشور بيساوي بطولات هيحصدها الاهلي خلال السنه اللي جايه او السنتين، فالاتنين ونص مليون دولار دول ولا حاجه، ثلاثة أربعة خمسة دول ولا حاجة ولا حاجة. ليه؟ لأن القصة كلها تخص بطولات الأهلي، اسم الأهلي. فلا، اتنين ونص مليون دولار قصاد اسم الأهلي ولا حاجة، ده اتنين ونص مليون دولار قصاد اسم أي نادي ولا حاجة. فالهزمة كده. إنما تقول لي بقى بالبزنس، خلينا نتكلم بزنس بقى، البزنس ده هيحرك السوق فين؟ لا، يحرك السوق، انا اقول لك يحرك السوق كتير. يعني بمعنى احمد اوف، طبعا انا مش للبيع طبعا، انما انا بالنسبه لي 50 مليون جنيه